السلام ورحمة الله. يلا الشباب. الله يحييك ويبقيك. والله لا صدق. صمت. وش هي؟ صمت يعني برد قاسي. صح ولا يتلم؟ قه قه في قلب الله يفقه. إذا جاء صمته يعني برد. بل عظم. قه قه. ها؟ في قلب قه قه في قلب الله يفقه. يعني طيب صريمة. صريمة؟ في عند واحد ما يحس صريمة مسرية يعني لا حياة فارس تعرف صريمة اي صريمة هذه شديدة البرد هذه مسرية لكم ظن مسرية مسرية يا كليب صريمة اليوم صريمة والله صريمة البقرة مسرية من وين؟ من طلعنا نصلي الفجر بسم الله موت هو كنا شمالية درجة كانت ثلاثة اما مهدك تعب كله هذا كل الوقت اللي تعبت فيه انا دوي اتكيت طيب سوداني شبو؟ وين؟ عندي طيب أبوه. أسقية تعرف أسقية؟ أمر علي يا أبو أسقية؟ بكرة ما هب هوا من اتجاه يسمونه أسقية الشرق صحيح لأن الشرق يسقي اليوم إنه هبة شرقية دي يفتح تحج الخيال هذا يا وجودي سكرت مدري والله مدري شو أيوه أقولها الهوا الشرقية تحج الخيال خيال ويصير صبه ديم. ديم اما السحاب عندنا في نجد يجي من غرب من جبله من القبله اللي اجانا من القبله وهبت فارس صح يا فارس احس تركيبه محمد المسردي وينه؟ ايش عندك؟ ايش تبي؟ ايش تبي؟ احس قوم انت بعدين ليش تبي؟ ايش عندك؟ ها؟ مو جاي اسمعك ترى ما نطفي طفيتها مرتين مو جاي مو جاي في خاطري ضيقة في خاطري شيء شيء يراودني اني اصبحت ونسيت قبل شوي طفيتها مرتين طلع ما في سالفة بس فلان عندك ايه خلاص يبغون واحد ثاني من هنا ترى يقولون هذا ما يطلع واقع في البرمبرو برمبرم ايه بس نقول كذا صوت الظاهر انه يبي يرفع ضغطي بس ما يدري ان ضغطي ما يرتفع منه فازع احلينا اي والله حبيب احليله دد الحيله احليله دد الحيله يا وجودي نبغى شاهي كنا عيد صقر عيد صقر عاد ما عليه كلام اتوقع مع ما تنام عزبي الصدق الصدق بدو بصور الشباب افضل اطلق شاهي نهبل والكرك عند سلطان والقهوه عند ابو مبارك الله يبارك الحين عشاك لازم اكمل صقر في 16 والطبخ عند علي والطبخ عند علي وبندر عند الترتيب والثبات مناحي عند ثقافة أول المحور القوي ثقافة نواف عند هذا واضح نواف عند الضيم 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 نواف ذاك ومن نواف فرزان كل شيء كل مو نواف بن فرزان جميع ما سبق سلام ايش شيء داقش فيه عليكم السلام ورحمة الله والله قبل ادخل القناة كان معي شاي تركي في الدنيا جبته شاي تركي جاب اخوي لنا من تركيا يا ابو صقر بس يبغى له واحد راعي شاي سويت انا ما ضبطه سووه اخوي عبد الله ولد ابوي سحب على الشاي حقنا شوفوا والله شاي اخضر لا لا شاي عادي ذي احمر بس ولد يولد شوف جاب في طعومه وجاب معه احنا انصدمنا جاب معه زي المعمول ما ادري ايه بقلاوه 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 حق تركيه سرلانكا حتى بقلاوتهم كفو لو لا انا حتى يا ولد هذا لذ ها ليه؟ والله اسمع ابى اجيك وقل باذني صلح لي كمل دونك ولا ازعاج كمل يا نواف البرزاني هذا ابي ما اشب الضوء اول شيء السلام عليكم اسعد الله صباحكم كل خير صباحكم كل خير عليكم السلام اخواني المشاهدين اذكر نفسي واذكر اخواني والمشاهدين كلهم عن وقف اليتيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم كهاتين في الجنة أنا وكافل اليتيم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة
تصدق بما تجود عليه، ترى الصدقة فضل شيء عظيم. الحين الوقف في عمو الوقف في وادي عمود، في وادي عمود بجيزان، التبرع الفرد عن 300 وعن العائلة 600 وعن الوالدين 600 وعن الوالدين 600. تصدق والله جزاكم خير، ترى ما باقي القليل، الله يجزاكم خير ويطول في اعماركم. جزاك الله خير، جزاك الله خير، يكتب اجرك ان شاء الله من هنا يا رب. وياكم ان شاء الله. تدري لو في حطب يمكن يكون يوقد بسرعه، ما بين حطب غير نحطه ويشب، لكن هذا ما يولع بسرعه. شبه شبه ولا دفي. بما ان كان في هنا مستورد، ما عندنا محور حديث، خلونا نتكلم على الوقف، كل واحد يعطينا نصيحه. طيب ابو مشعل دقيقه، خلينا نشوف ذي مبشر. تسلم، اكتب اكتب نفس كذا، اكتب نفس كذا وخلها تابع. يا اخي خاف ينفجر. لا لا، طيب اسلم اسلم، ما عليك، ما عليك، انحب. ابدا من عند الشباب من هنا، ترى صوتي يوصل. تعرفوا راحل كثير وبقي القليل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع عمل المرء من حياه الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، الله يخارج له منكم مو بينها، ولد صالح يدعو له، او من ضمنها الصدقه الجاريه، او العلم اللي ينتفع بها صدقه جاريه، والصدقه تطفي غضب الرب. وكم بيت فيه مريض، وفيه اللي يبني وظيفه، وفيه اللي عنده ظروف، وفيه بتصدق يا مال الشحم عاد الخير جاء لحدك، بس ضغطه زر في الجوال وتصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. اللهم صل وسلم عليه. فنتمنى منكم انكم تشاركونا. عاد نبدا من يمين ولا من يسار؟ ما تبغون نبدا اللي عندك ولا من يمين؟ درب الغرب كلكم يمين، درب الغرب يمينك يمين. طيب مثلا اولا نقول الله يجزاكم خير ان شاء الله. و كما ورد ان داووا مرضاكم بالصدقه. انا صراحه والله اللي صارت لي قصص حقيقيه يعني في الحياه، اي والله في اكثر من موضع واكثر من قصه شخصيا انا وقفت على الشغله دي. وكان عندنا مريض وعجز الاطباء في علاجه صراحه، وكل العلم توقف في هذا العلاج، وكل فتره ياخذون عينه يرسلونها يحللونها، يمكن كذا يمكن تشخيص، يعني ما اثبتت او ما اثبتت دراساتهم بتشخيص المشكله، او يعني انهم حددوا المشكله، ياخذون مره من هنا عينه ياخذون كذا. الين جاني واحد الله يجزاه بالخير وقال انا ما بقول لكم وديتوه المستشفى الفلاني ولا الدوله الفلانيه ولا، ولكن بقول لك على حاجه سهلة وما أدري هل أنت تتذكرها أو تتذكرونها ولا لا. أي والله وش يمكن سبب؟ لعل الله يرحم هذا المريض ويعجل بفرجه. قال خذ لك كراتين مو يوزعها على نيته، بنية الشفاء، أو عن طريق التطبيق احجز كراتين موية، تبرع بكذا كرتون ما تجود نفسك به بنية شفاء مريضكم. وجربها، انا مجربها، ويقول هو هذا اللي كلم، انا مجربها يقول مع احد عائلته، يقول والله العظيم انها لو اقول لك يمكن تقول ما هي حقيقه، ولكن جرب. بالفعل والله خذيت الجوال ودخلت على تطبيق كان فيه سقيا ماء وزي كذا، تقريبا في مكه سقيا الماء هذا، والله اللي كتب الله خذينا. سبحان الله، والله ما جاء نهاية الأسبوع إلا المريض هذا تشافى بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنها يعني زي ما تقول كأنها معجزة. إي والله، وكذا يعني سالفة مرت الله العظيم إن الصدقة هذه بشكل عام إنها لها شيء ما يتخيله الإنسان ولا يتقبلها العقل، يعني لو تكلمنا من هنا إلى آخر يوم في حياتنا ما بقدر أوصف الشيء اللي. فعليكم بالصدقة، وعليكم بكفالة اليتيم من أعظم الصدقات، ويعني يكفيك أن كفالة اليتيم وقف دائم،
يعني هذه فرصة عظيمة للي يسمعنا ويشاهدنا ومن أخويانا ومن يعني ما تقول. أنا صراحة كنت أتكلم عن شيء ما أعرفه والشعور اللي جاني بعد الشيء اللي عرفته. إيه والله لما جابوا مقطع فيديو للشباب يوم راحوا جيزان ما شاء الله مبنى كبير تقريبا من 6 أدوار صراحة إن الكلام اللي كنت أتكلم فيه ولما رأيته بعيني وشفته وجاني شعور وجاكم يمكن كل واحد من أخويانا ومن المشاهدين ومن الناس اللي تبرعوا ومن الناس اللي نووا حتى والله إنه شعور جميل يعني يوم تشوف وقف كبير يا طويل العمر يعني كل واحد في ذا الحياة عندها أكيد لو أسأل كل واحد هنا بعد الوظيفة وبعد الزواج يقول بيت هذا شرط أساسي في الحياة تبغى تأمن مستقبل عيالك تبغى تأمن نفسك بعد الله سبحانه وتعالى تبغى تأمن زوجتك تبغى تأمن أهلك أخواتك أبوك أمك قريبك أو حتى يعني أول ما يفكر الواحد فيه بيت يأوي فلما شفت أنا صراحة المبنى اللي بيأويهم إن شاء الله وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم وقفتكم وقفة المتبرعين واللي بيكفلون اليتيم هذا تروكم تفعلون خير حتى قيام الساعة فلا تستنقصون شيء ولا تستخسرون حتى لو كان ريال والله ما تدرون لا بصلاتكم ولا بر والديكم ولا بقراءة القرآن ولا يمكن ما تدري يمكن هذه الصدقة اللي بتتصدق بها بيكون أثرها عند الله سبحانه وتعالى ويمكن هي سبب دخولك الجنة ويمكن هي سبب رزقك في الحياة ويمكن هي سبب الذرية اللي قاعد تنتظرها في ناس لهم أكثر من 10 سنوات إلى 15 سنة يتمنى في ولد أو بنت عقيم ما جاء شيء يمكن هذا الشغل اللي بتسويها الوجه الله سبحانه وتعالى بنية الذرية الصالحة تكفل لك يتيم وقف دائم مدى الحياة بما تجود نفسك به هذه سبب ذريتك بعد الله سبحانه وتعالى أو سبب وظيفتك في ناس كثير إلى الآن ينتظرون وظائف اللي مر 10 سنوات اللي مر 5 سنوات في ناس يعني ما يستمرون في تجارة يخسرون يفتح مشروع يقفله ويخسر يا أخي تصدق يمكن هذه بتكون بداية انطلاقة لك وبداية رزق وبداية خير فالخير واجد وأنت الحين بتقفل 15 باب لليتيم يعني بتكف يده عن الناس ما يقدر يطلب أحد إذا تصدقت وتكاتفنا كلنا وكفلنا اليتيم 15 باب منها العلاج منها كسوة الشتاء الأيام هذه برد يعني هم جزء منا وحن جزء منهم فالله الله والله لو الوقت يسعني أن أتكلم إلى ما لا نهاية ولكن أقول فرصة عظيمة وقف دائم 300 ريال للفرد 600 للوالدين 900 للعائلة وبما تجود نفسك أو ادع الله لهم إن الله يسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض والله يكتب لي في الخير يا رب الله يجزاك خير ما زود على كلام أخوي بندر قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر تصدق باللي تقدر عليه والله العظيم أخوي بندر ما خلى شيء الله يجزاك خير ويطول في عمرك إن شاء الله ويعل استفادوا من الكلام هذا إن شاء الله الله يرحمه آمين وياك إن شاء الله أخوانا تكلموا ووفوا بالكلام عن الصدقة لكن الواحد دائما يحط بباله أن الصدقة هي مفتاح للخير مغلاق للشر هي سبب أن تكون ناوي نية حسنة أنه بنية الصدقة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وتدعو أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا الأمر في الباب الثاني الصدقة فيها تيسير أمر وفيها شفاء مريض وفيها دفع شر وفيها جلب خير وأنا والله أني ما عندي إضافة على كلام لا بندر ولا كلام نواف ولا كلام سفراء الوقف عموم في الأسابيع الماضية لكن أنا والله ما أنا إلا مجتهد أني أحاول أنه أحيانا أجيب بطريقة ما جابوها أخواني لأنه الناس لو سمعوا مثلا من ما يبون تكرار الكلام مني أنا فكل واحد يحاول أن يجيب مثلا طريقة معينة حتى في النصيحة لعله عسى أنه في أحد بعد الله سبحانه وتعالى يهتدي للتبرع وهو التبرع ترى ما يكلف حتى ما يجي أتوقع أكثر من 40 ثانية اللي صار الله سبحانه وتعالى ميسر لك معك من الريال إلى ما لا نهاية بالجوال اللهم لك الحمد الحين مخدوم بالجوال بإمكانك أنك تتبرع والله أنا على صعيد شخصي ومو بس أنا أقول الكلام هذا حتى أخويانا عموم يتمنون لو جوالاتهم معهم الأسباب كثيرة من ضمنها التبرع بالوقف لأن الواحد ما يدري حتى لو كان هنا هو ما هو مأمن عن الحياة فالواحد معرض لأمور الدنيا ونسأل الله العظيم أن يسر لنا ولكم الله الله أعطيكم قصة قصيرة هذا شخص توفى خويه الله يرحمه
يقول انه كان يعني مقصر في الصلاة وكلنا مقصري، لكن يقول بعد توفى تحلم فيها اكثر من مرة احلامه زينة. يقول يمكن 3 أو 4 مرات تكرر على نفس الحد اخويه احلام كلها زينة، دق على شيخ ياسر قال الشيخ خوي كيف كان فصل؟ قال والله انه يعني كان مقصر، قال بينه وبين الله خبية ما حد يدري عنها، هي اللي خلت ان شاء الله انه في منزلة عالية في الجنة. وكفالة اليتيم شيء عظيم، فما تدري أي عمل يدخلك الجنة، والصدقة ما زيد على كلام أخواني شيء بركة في الرزق وشفاء للمرضى وبركة في العمر. فأقبل يا باغي الخير تصدق بما تجود به نفسك، الله يجزانا وياكم خير. نظرة كلمة على الوقف على راك اقول الله الله تعمل مجال مفتوح للجميع، ما هو شخص من دون شخص يشارك فيه الكبير والصغير. وفي موقف حصل القصه قد قلتها لكم اتوقع البارح او قبل البارح ولا كملتها، اللي هي قصه كان معنا في فقره فقره الشيبان ان اخوي سلطان بن دويحس النري يستاهل ابو دويحس. كان في رجال قال له شو اسمه راجس بن محمد بن قويد المساعده يستاهل عليكم زود. بينا موقف فضل الصدقه من المواقف اللي بين اثر الصدقه فيها. يقول طالع انا من الرياض وانا واحده من عيال عمي رايح نصب وادي الدواسر. طلعت انا من الرياض ومتجه صوب الوادي وعي اللي موتر متعطل على اليمناي الكفر هلوكس مدري دتسن الكفر متعطل عليهم شايب رجال انه ما هو كبير صغير ومعه طال عمرك مع ثاني حرمته كبير هم امه جدته والله ما ادري من قال يا سلام. يقوم طال عمرك ينزل اللي بيقول ميده والله انت تركب الموتر والله انت تركب الموتر وانت العجوز اللي معك وانا بلحقك بالموتر. حلف قال لا، قال لي صبرنا 4 ساعات بيصبرنا نص ساعه تروح المحطه اعطيك الكفر تجيب الكفر وتعود علينا. قال ابو محمد رجال شرق قال ابشر يا ابو فلان ويقوم ياخذ الكفر طعمك ومر المحطه يوم مر المحطه وينزل ويا ولد عمه مثل ما انتم خبرين يتحالفوا وياه والله ما تدفع والله ما تدفع والله ما تدفع. يوم جاي يشتري الكفر قال اسمعني يقول راجس يقول ان وياك بنتقاط فيها بنيه تصدقه ننويه هنيه صدقه صوب ربي سبحانه عز وجل. فرحنا ياخذون طعمك الكفر بنيه انهم متصدقين فيها حلو. وخذوا الكفر وعودوا على الرجال والمره وركبوا الكفر واشتغلوا الموتر ومشى. يقول ما خذت 1/4 ساعة أو 10 دقائق الا داق ان الرجال يقول ما يده يبلغ يقول والله يا العجوز اللي معي انها تبتسي وانا تدعي لكم من الفرح انكم فرشتوا عليها. ويقول والله اني ماشي راجس يقول ابو محمد والله اني ماشي 180 او 190 راح نصوب الوادي والله اني متقلب 17 او 15 قلبه وبيظهر ولد عمه مع الدريشة من أول قلبه والرجال طال عمرك تقلب صقع في رصيف تقلب ويا ولد عمه إلين الله انجاهم الفضل فضل اصدقه بنية اصدقه حتى تدري أن أثر اصدقه بيّنت معهم من دعوة عجوز كبيرة سن ومن النية أنهم نوين بالكفر. شوف الكفر ذا اللي طال عمرك تشوفه مدري كم 20 ريال 30 ريال لا أكثر ها أكثر 50 ريال أغلى الكفر 150 قول 150 ريال مهما كان المبلغ، لكن المبلغ ذا بين أثر المبلغ ذا طال عمرك في الحادث. والله يا رجل إنه يوم قال لي إني إيش أقول لكم نزلت دمعتي خلصت الوجه الله خلصت الوجه الله. غيره العجوز دعوة العجوز وغيره إنه يوم نوى طال عمرك صدق الله سبحانه عز وجل. بعضهم لا بعضهم يعطي يدور الفلاشات ويدور التصوير وانا اشوف ان هذا خطا ابعد عنا عنكم لا ان نقول هذه غير صحيح. انت اذا بتعطي حاط لله سبحانه عز وجل ان نشوف اغلب الـ 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 في مجتمعنا هذا البين للجميع سمو بمبار فيه طال عمرك الفلاشات ما اخفى علينا ولا اخفى على الجميع. نشوف تصوير الفلاشات ونشوف الناس اللي تعطي وتدور تصوير الفلاشات هذا موجود بين ربهم هذا بينهم بين ربهم هذا طال عمرك ما هو بزي لله ولا بزي انت بتعطي عطس بينك وبين ربي سبحانه عز وجل.
اولا تبين معك مع الوقت، وفي ناس مرت عليهم مواقف فضل صدقه وبينت معهم في كفاله الايتام، واعرف لك ناس من الجماعه والله انا بينت معهم، من ضمنهم طال عمرك السالفه سلطان وسعود اللي قلتها لكم اللي كفلهم وبينت معهم وعرفهم شخصيا، والرجل ذا راجس بينت معه، يعني في صدقه مواقفها واجد، يمكن حتى بريال ولا 150 ولا 200 ولا 300 ريال. انت معي؟ معي؟ فأنا أقول مهما كان بما تجود به نفسك أنت، هذا المود مي تصدق به لو أنا بريال واحد والله.